دمهم الغواصة الونشريس، تتبعها الغواصة جرجرة والغواصة الهجار، غواصات من اللواء البحر 21 للسفن الغواصة، رمز للقوة الصامتة. هذه الغواصات هي درع الجزائر في أعماق البحار. غواصات الثقب الأسود القادف للصواريخ المجنحة بحر بر. غواصات الثقب الأسود القادف للصواريخ المجنحة بحر بر، من أعماق البحار لتدمير أهداف برية في عمق أراضي العدو ومن مسافات بعيدة، ويمكنها استعمال التوربيدات والصواريخ طويلة المدى بحر بحر لتدمير السفن والغواصات.